يا مرض تروح عليها ومرض لا جربت لا ابدا يا ناصر، البيت بيتك، انت تشرف في اي وقت. يمكن وجودي يضايق ام زكريا. ام زكريا، انا اقول لك ان البيت بدونك بدون زكريا يعني ما يعتبر بيت. واذا كنت زعلانه على سالفه غيابي بعض احيان نومي برا عن البيت، فانا وعدك اني خلاص ان شاء الله ما راح يتكرر الكلام. اسمع يا ناصر، انا ما عندي استعداد ارجع مره ثانيه، يكفيني. يا بنت الحلال اللي راح راح، خلينا نرجع البيت. انا قلت اكيد في وحده ثانيه، روح روح كمل احسن لك. سامي يا خديجه، اسمح لي يا خالي ادخل داخل. حاولي تفهمي كلام ناصر وروحي معاه يا خديجه. هذا اخر كلام عندك؟ اي يا ناصر اخر كلام. طيب على راحتك، أنا ماشي. لا يا ناصر، اسمح لي سيدي. زكريا الله الله زكريا أبو